ومعرض الكتاب إحياء الكتاب متمنين الموفقية وانتشار الكتاب الورقي إن شاء الله موازي للكتاب الإلكتروني وعلى بركة الله. تشرفنا هذا اليوم بافتتاح معرض إحياء الكتاب في المكتبة المركزية، وهو نشاط متميز للبيت الثقافي في إعادة اللحمة والعلاقة بين الكتاب الورقي والقارئ الذي كثيرا ما يغيب عنه التواصل عبر المنصات الإلكترونية، وهذا الكتاب لا يمل من تاركه ويعطي للمتعامل معه وفق ما قال المتنبي: وخير جليس في الأنام كتابه. فليتنا نعود إلى العلاقة مع الكتاب، مع توثيق العلاقة مع التواصل الإلكتروني، لأنه لغة العصر وثقافة العصر، والكتاب هو ثقافة الماضي لتحليل الوقت الحالي انتقالا إلى المستقبل. الكتاب الورقي يعتبر عند بعض القراء له رائحة تجذبه للقراءة وليس كالقراءة الإلكترونية، وكما قيل للورق رائحة الخبز الطازج ومحتواه يسد رمق الفكر الجائع. نتمنى أن يكون هذا المعرض فاتحة خير للقراء، ونطالب من مديرية التربية أن تشجع على عودة المكتبة في المدارس لتنمية فكر الطلاب لما فيه من الآداب والعلوم والمعرفة. اليوم هو على أروقة المكتبة المركزية العامة في محافظة نينوى تم افتتاح معرض الكتاب والذي سمي بإعادة إحياء الكتاب بالاشتراك مع وزارة الثقافة والآثار البيت الثقافي في نينوى. ونشكر جميع الحضور ودور النشر التي ساهمت في إحياء هذا المعرض لإحياء دور الكتاب وإعادة الحياة والقراءة إلى محافظة نينوى. هذا المعرض يضم أكثر من 5000 كتاب بالتعاون مع مطابع في محافظة نينوى. نشكر قناة الموصلية على التغطية الجميلة، شكراً.